اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي بعد اجازه العيد الاضحى. كل عام وحضراتكم بخير. اكيد قضينا اجازه لطيفه وجميله الحمد لله رب العالمين، ولكن لنا هدنه شويه مع المطبخ. المطبخ محتاجين نقف وقفه صدق مع بعض كده، وقبل ما ننزل نشتري المشتريات بتاعتنا نعمل عمليه تشيك على التلاجة، نشوف التلاجة فيها ايه، ديب فريزر، بواقي لحمة، الحاجات اللي موجودة في التلاجة، درج الخضار، الادراج بتاعة المطبخ وهكذا، قبل ما ننزل نشتري الحاجة ونبقى في عملية تبذير عندنا. أنا النهاردة حبيت يكون مع بداية الأسبوع إن شاء الله يكون معانا الأكل بتاعنا لطيف وبسيط. هنعمل الكوسة النهاردة بطريقة جديدة. كوسة معروفة كوسة بالبشاميل اللي بتاخد لحمة مفرومة، أنا هعملها النهاردة بصدور الفراخ، نسبة الدهون فيها قليلة بالتأكيد. معانا الكوسة لطيفة وجميلة، وهنعمل بشاميل بحليب الدسامة بتاعته قليلة. هنعمل النهاردة طبق شوربة جامد جدا، شوربة المشروم بالكرفس. كلنا عارفين ان الكرفس ملك الشوربه، الكرفس بيمتص الدهون اللي موجوده في الجسم، الكرفس بيعالج مشاكل الكوليسترول، فمعانا المشروم كمان بروتين نباتي لطيف وجميل وامن، هنعملها شوربه النهارده بطريقه صحيه ونشوف هنعملها ازاي. معانا بيتزا النهارده بهديها للاطفال الحلوين اللي سمعوا كلام بابي وماما وقعدوا في البيت وقضينا عيد حلو مع بعض، هنعمل لكم بيتزا بالخضار بالزيتون، هنشوف نعملها مع بعض ازاي ولكن مش في الفرن، في الطاسه، هخليكي تعمليها على عين البوتاجاز وتبقى مستوية من ناحيتين وزي الفل. طبعا السلطة بتاعت النهاردة سلطة مميزة جدا، سلطة التشكيلة من الخضار بالتفاح الأخضر مع خل التفاح. كلنا عارفين خل التفاح كمان بيقلل الدهون ويمتص الدهون وبيقلل الوزن، واللطيف جدا كمان بيعمل بيلعب دور كبير جدا في عملية الهيلسي بتاع الأكل بتاعنا وبيساعد على التخسيس. تفاصيل كتيرة في الحلقة، مش عايز طبعا نتكلم ونضيع وقت في الموضوع، خلينا نخش على العمل بتاعنا ونشوف ازاي نعمل أكل بسيط وسهل ولكن قيمته الغذائية عالية جدا وهيلسي بعد أجازة عيد، وفي نفس الوقت كمان مفيد جدا. وتعالوا مع بعض نطلع فاصل صغير أو هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض ازاي فرصة ان احنا نشوف مقادير عجينة البيتزا بطريقة جديدة ونجاوب على الأسئلة اللي موجودة على السوشيال ميديا من متابعتنا خلال الأسبوع في أجازة العيد. أنا مش قاعد ساكت متابع حضراتكم من خلال السوشيال ميديا، وبنتابع الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي، وفيها أسئلة كتير. عجينة البيتزا بتتعمل إزاي يا شيف مغازي؟ إحنا بنشوف البيتزا بتتعمل في الطاسة، المقادير بسيطة على الشاشة لا تتعدى أصابع اليد العشرة. معانا من الدقيق كوبايتين حسب الكمية، ومعانا من البيض بيضة ومعلقة سكر وبيكنج باودر ورشة ملح وحليب في مكونات العجينة ومية دافية إذا احتاجت العجينة. دي المقادير البسيطة السهلة. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض إزاي وإحنا واقفين كده ومعانا طاسة على النار بتسخن. حلوة. أول حاجة هناخد البيضة كده زي الفل، بنخفقها كويس مع زيت زيتون وكمان شوية حليب. العجينة دي بريئة من الخميرة، مش هتحط لها خميرة، هتحط لها بيكنج باودر. اهو شوية زيت صغيرين. ونحط عليهم معلقة سكر صغيرة. ونقلبهم كويس، رشة ملح محترمة كده. حلو قوي زي الفل. معانا عود زعتر محترم اهو، بناخده كده. الزعتر ده موجود عند الفكهاني او بتاع الخضار. في العجينه يا شيف؟ اه في العجينه، مش على وش العجينه يا شيف، لا اهو في نفس الخلطه كده زي ما انا شغال كده. اه حلو قوي. بنحط شويه الحليب بتوعنا. تمام، نبدا ان احنا نحط الدقيق بتاعنا مخلوط بالبيكنج باودر. ادي الدقيق اهو بالشكل ده كده. العجينه بتاعتي خلصت، بنشيل الدنيا كده عشان نفرد العجينه مع بعض. اهي عجينه اتعملت في دقايق معدوده اهو، شفتي دي ما فيهاش خميره، فيها بيكنج باودر. هتساليني ليه؟ لان انا هخبزها على عين البوتاجاز، حاجه كده واخده سكه البان كيك اهو. اهو بالشكل ده كده، اخليها بس تلم كده في قلب الكاسرولة أو في قلب البولة بتاعتي، وبعدين أفرتها على الرخامة بتاعتي أو على كاونتر بتاعي بالنشابة. أه
طب دي يا شيف مغازن سيبها تتخمر شويه، ده خالص هي دقيقتين ثلاثه كده بالظبط، وبنفرد العجينه مع بعض. شايف العجينه اهي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهي لغايه كده احنا شطار. اديك علامه كده وانا شغال، تعرف ان العجينه طالعه معاك زي الفل. في مثل يقول لك ايه، طلعت من المشكله زي الشعره من العجين. اول ما بتلاقي ايديك طالعه من العجينه زي الفل نظيفه، اعرف ان العجينه زي الفل تمام في ايدك. اهو ايديا طالعه نظيفه اهي زي الفل اهي اهي، بلمها كده. تمام، ونفرتها مع بعض واحنا شغالين واحده واحده. شويه دقيق بالنشابه، حلوه. الحشوه بتاعتنا ايه في البتاع، في العجينه بتاعتنا او البيتزا؟ ممكن نعملها بالفراخ، نعملها بالمشروم، نعملها بالخضار، زي ما احنا حابين. احنا معانا خضار، معانا فلفل، ومعانا مشروم، ومعانا طبعا ممكن نحط لها سجق زي ما انت عايزه حسب الرغبه. ولكن انا هسيب العجينه زي ما هي. ايه فكره عمل البيتزا بالطاسه؟ اول حاجه بيكون عندك الطاسه وعندك غطا تقريبا قد الطاسه، عشان المفروض ان احنا نغطي الطاسه دي واحنا بنعمل البيتزا في الطاسه. والطاسه على النار فيها معلقه زيت بالشكل ده كده، نتخلص من الزيت ده هنا كده شويه ونخليها كده جنبينا. حلو الكلام لغايه كده زي الفل. بناخد الغطا بتاعنا ده كده عشان نقطع العجينه الدائريه بحجم الطاسه، خلي بالك. ونقطعها كده بالسكينه. وبترش شويه دقيق طبعا على العجينه علشان ما تلزقش ببعضيها، ونخلي العجينه دي على جنب. تقدري تعمليها بيتزا صغيره كده، ميني بيتزا صغيره للاولاد، باللحمه بالفراخ زي ما انت عايزه. خليها على جنب، وناخد العجينه اللي معانا دي كده بالشكل ده كده اهو، واخدها في قلب الطاسه، المها كده واجي هنا شايلها على ايدي بالشكل ده كده. يلا اسقطها هنا اللهم صل على النبي. حلو قوي يا شيف، ايه الجديد هنا بقى؟ اصبر على رزق، ونغطيها مع بعض ونجهز الحشوه بتاعتنا. حلو الكلام، ونهد النار كده كاننا بنعمل عجينه كريب، وعلى ما نهد النار نروق الكاونتر بتاعنا. حلو الكلام، مطبخ سهل وبسيط. نبص على البيتزا اخبارها ايه، اللهم صل على النبي، زي الفل اهي، مجهزينها كده. ايه الدنيا هنا؟ يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ادي البيتزا بتاعتي زي الفل اهي، شايفين العجينه. يلا نحط الحشوه بتاعتنا واحنا مع بعض كده زي الفل. معانا كاتشب او تحط صوص بيتزا عادي، بيتزا سريعه كده زي الفل. العجينه متخمره ما فيهاش خميره، فيها بيكنج باودر، حاجه واخده مدرسه البانكيك. نوزع الكاتشب ده بالتساوي على وش العجينه. عايزاها بقى بالايه؟ بالخضار، اهلا وسهلا. عايزاها بالمشروم، اهلا وسهلا. عايزاها بالفراخ، اهلا وسهلا. الله، والعجينه على بقى على فكره محطوط لها زعتر في قلب العجينه من جوه، عشان كده ريحتها حلوه. بعمل ايه يا عم الشيف؟ فين الزعتر اللي كان معايا من هنا؟ هو ده. ده معانا ده، ما صدقت لقيته. الزعتر مع صوص الطماطم او صوص الكاتشب بيدي فليفر جامد جدا. وخاصة مع البيتزا المارجريتا اللي هي بتبقى صوص طماطم وجبنة وبس. شفت الجو ده كده؟ دي مش هتخش الفرن، على عين البوتاجاز. حلو قوي. عايزها بالطماطم؟ نحط طماطم. طماطم شيلو صغيرة قابلتها اهي زي الفل كده على الوش اهي. زي ما هي كده سليمة، الأولاد بيحبوا الحاجات دي على فكرة. بتلفت نظرهم على السفرة. معانا زيتون، زيتون أهو. هي على النار. طبعًا إنك تسويها التسوية اللي أنا سويتها دلوقتي ده مهم جدًا، عشان الحشوة تتحط على ناحية مستوية، ما تتحطش على عجين، خلي بالك. عندي كمان إيه يا عم الشيف؟ بصل، نحط بصل. معانا بصلايه حلوه زي دي كده اهي،
اي 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 وانت معايا اي اي اي. عندك سجق، عندك سوسيز، الهوت دوج ده حلو قوي على وشها بالشكل ده كده. جبنه الموزاريلا اهي دي هتتغطى دلوقتي اهو، بتساية ما خدتش منك وقت، ما عندكيش الفرن، فرن مثلا فيه مشكله اه وارد اهو، الكهرباء قطع ومفيش فرن بالكهرباء عندك، ده وارد، في مواقف بتحصل في المطبخ احنا معرضين ليها، والتجديد مطلوب والتغيير مطلوب اهو. ادي الجبنه اهي هتسيح دي يا شيف، اه هتشوفها دلوقتي مع بعض اهو زي الفل يا عم الشيف. في تركيه بقى هعملها دلوقتي ودي مش لاي حد، لحبايبي بس، انا عايز الجبنه تسيح. اقوم اعمل ايه بقى يا عم الشيف؟ نصلي على الحبيب كده قلبك يطيب، عند ميه بتغلى على النار، خلي بالك من الحته اللي جايه دي بقى اهو، شفت دي معلقه ميه كبيره، باجي فين هنا كده اهو، بص كده التركيه دي اهو اهو، ايه اللي عملته ده يا شيف؟ اهو اهو تنزل كده ما بين العجينه وما بين الطاسه وغطي بسرعه، هو ده يا شيف اهو. البخار اللي بيطلع ده بيسيح لي الجبنه بتاعتي وبيسوي لي العجينه وبيخليها طريه. طبق التقديم للبيتزا جاهز اهو، صلى على الحبيب قلبك يطيب، ادي البيتزا بتاعتي جاهزه اهي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهو الله الله اهو هو ده، اللهم صل على النبي. بيتزايا ما خدتش وقت مننا بالشكل ده كده، ايه الحلاوه دي اهو، شايف السكينه ماشيه فيها ازاي؟ اهو 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 الله، فيها الطماطم، فيها الخضار، فيها البصل، حابه تحط لحمه مفرومه اهلا وسهلا، تحط فراخ زي ما انت حابه. مطبخنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه، في افكار حلوه، خارجين من اجازه العيد، كل عام وحضراتكم بخير ويعود علينا الايام الحلوه بخير ان شاء الله على كل افراد الاسره وكل العائله. قدرنا ان احنا برضو نطلع بنعمل حاجه جديده ونريح مطبخنا شويه من المحمر والمشمر والفته والطواجن اللي شفناها في العيد، ونعمل اكل لطيف قيمته الغذائيه عاليه جدا بتناسب افراد الاسره، الصغير والكبير والكبير والصغير. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.